سامعكم اخوان، مرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي غندويو فيه على جي تي اي 6. واخيرا بعد انتظار طويل غادي تخرج، ولكن حتى 2025. المهم واخا غنتسناو بزاف، ماشي 2025، راه 2025 شهر 6 شهر 7 شهر 8 انت وزهرك ما عارفين فاش تخرج. المهم ما غاديش تخرج من هذا الفيديو حتى غادي تكون عرفتي كل شيء، على شنو جاي، بشحال الثمن غيكون، فاش غتقدر تخدمها، واش بلاي 4 بلاي 5 اكس بوكس بي سي، المهم شي كامل. واول حاجه غادي نديرو هي غادي نشوفو التريلر مجموعين اللي لاحتو روكستار جيم الصباح بكري، لسبب انه كان تسرب واضطروا انهم يلوحوه بدون داك الوقت اللي كانوا يعلنوا عليه. ندوزو نشوفو التريلر. حنا دابا دزنا البي سي ونشوفو، واخا هو راه شوف راه 18 ساعه باش تلاحظ، و 8 مليون ديال لي لايك، هولي شيت. المهم شي خيالي. ندخلو دابا نشوفو الشخصيات اللي غيكونوا، الجرافيك كيفاش داير، المهم نشوفو هادشي كامل. الدراري شي راه بزاف، تراتي شنو راه داكشي بلي ديتاي. شوف الضوا ديال الطوموبيلات كيفاش داير، صرا ميمكنش ميمكنش. لوسيا بعدا راه كاينين جوج ديال لي كاركتير، كاين هاد لوسيا وكاين الاخر ما عرفتش سميتو صراحه. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. الله الله، أول مرة غنشوف شي جيم فيها بزاف ديال البشر. شوف شحال ديال البشر أصاحبي، واو. ولكن شوف لكان البحر، شوف لكان البحر في اللعبة اللي تخرج بحال هكا، صافي صافي سالينا ساقطع الله يدير الخير، فهمت سي ولد. شوف دابا مابقاش لعبة، دابا دابا تولي فهمتي بنادم تلعب بيه بصح. شوف اصاحبي انا دقه كيدايره، شوف الالوان، شوف الالوان، شوف الالوان، شوف اصاحبي. المهم انا كيف ما كنلاحظوا كاين بزاف الوجوه كيختلفوا، ماشي بحال جي تي اللي فات انه فهمتي كتلقى بزاف ديال لي كاركتير كيبقى يتعاودوا، ماشي بحال هنايا. ولكن فهمتي مختلف الاجناس. المهم واخونا مقدر جاي بغى يضربني ما عرفتش، المهم كيبان لك البحر عامر، هادشي فهمتي ماشي بحال جي تي 5 فهمتي، هادشي كيبان باين غادي شي حاجه الاخر، شي حاجه العرب. انا بعدا البحر والماء عموما، انا سلام معايا. شوف اصاحبي اش الا كان بحال هكا راه ما يمكنش. شوف انا صافي، شوف والله البحر بينوه بزاف، البحر بينوه بزاف الخطرات، حيت تقريبا هو اهم حاجه اللي غيفهم في الجرافيك طالع بزاف. واي سيتي، المهم راه المابا تكون خياليه. لا واحد اللعيبه هنايا انه غتولي خاصيه ديال اللايف في وسط الجيم، يعني فهمتي غتولي اهم الادب، اهم الاحداث اللي كيطراو في الجيم غتولي تشوفهم في التليفون فهمتي عن طريق لايف، ما كانش حاجه طرات في شي بلاصه غتشوف انت عن طريق لايف. ومادام فهمتي بحال طارق لايف في انستغرام. تضربك الغيس، وتضربك الغيس. Well, look who's back. The only way. هو دول الكاركتر الثاني اللي كاين، هو هذا. We're gonna get through this. It's by sticking together. Being a team. Trust. Thank you.
ديالي خيبات الشيء حتى 2025. علاش؟ علاش روك ستار؟ علاش؟ علاش 2025؟ علاش؟ علاش؟ علاش غنتهضروا حنا هذا؟ ولكن هاني شوف هذا الجيم كتستاهل فهمتي، غتكون غتكون على فهمتي على على شكلين اونلاين واستوري مود. قال لك غيبيعوا الاونلاين بوحدها، هما ما يفرقوهم فهمتي، هذه بثمن وهذه بثمن، ولا بغيتيهم بجوج غيكون واحد الثمن اللي فهمتي. المهم على ما اظن، على ما اظن ولي شفت انايا غتكون تتراوح بين فهمتي 1500 حتى 1400. المهم هذه مجموعين بجوج الاونلاين، ولا الا جينا نديرو تحليل للتريلر راه ما غاديش نسير، حيت كما كنلاحظوا راه شي اللي يدي الطايره ما يمكنش. الا جينا نشوفو حاجه بحاجه راه ما نساليوش. المهم هذا الشيء غنشوفوه فهمتي في الجيمين، غتخرج غتكون شي حاجه بدل الاخر هربه. وحاجه اخرى ما غاديش تكون في البي اس 4 حيت كيف ما كتشوفوا الجرافيك راه خيالي، ما غاديش يستحملها. غادي تكون في بي اس 5 وفي اكس بوكس 1 اس وفي اكس بوكس اكس اكس بوكس 1 اكس. المهم وحاجه اخرى هي بي سي ضروري غادي يكون فهمتي، هذه لا نقاش فيها اخوان. هادشي اللي كان في الفيديو، ما تنساوش اللايك والسبسكرايب. نلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.